أرحب بجميع الضيوف الكرام، فأهلاً وسهلاً بهم جميعاً. والآن يتفضل سماحة السيد صدر الدين القباتشي، عضو الهيئة القيادية في المجلس الأعلى للإسلامي العراقي، إمام وإمام جمعة النجف الأشرف، ليتفضل مشكوراً بإلقاء كلمته الترحيبية. ليتفضل مشكوراً. ليس لي كلام إلا الترحيب، ثم أترك إدارة الاجتماع لكم، لكن اسمحوا لي أن أرحب بكم جميعاً السادة في مجلس المحافظة السلطة التشريعية، وعلى رأسهم السيد الأستاذ حسين العيساوي، والسادة في السلطة التنفيذية، ونحن بانتظار أيضا السيد المحافظ، والآن السادة النواب حضروا مشكورين، السادة في الكيانات السياسية، في القيادات الأمنية والعسكرية، في الحشد الشعبي، عدد من وجوه عشائرنا الكرام، السادة في بعض المؤسسات الدينية مثل الأوقاف والمرجعيات الدينية الكريمة، السادة الأساتذة الكرام الأكاديميين في الجامعات، الجميع، السيدات والسادة في مجلس النواب، السادة الذين يمثلون رئاسة الجمهورية حضروا مشكورين، الذين يمثلون رئاسة الوزراء ومستشار رئيس الوزراء مشكورون في حضورهم. وإذا غفلت عن ذكر بعض فاعذروني، الشكر موصول لكم جميعا. هذا اللقاء أساسا أيها السادة والسيدات هو بهدف تفعيل قانون قدسية النجف الأشرف. القانون موجود مطروح في مجلس المحافظة، ليس فقط اليوم والأمس، من قبل أيضا مطروح، وهناك فعاليات شعبية في النجف دعت إلى تفعيل هذا المشروع. اليوم نحن نضم صوتنا إلى تفعيل هذا المشروع، وكل المؤسسات التي تتحمل سلطة تنفيذية، بعض السادة في قيادات الشرطة وغيرهم حدثوني بأنه نحن نعرف هناك تجاوزات، ولكن نحتاج إلى قانون حتى نقف أمام هذه التجاوزات. أعطونا قانون إحنا نتحرك في فلان ميدان، فلان ميدان. أمامكم ورقة أيضا هي مشروع مطروح أمام مجلس المحافظة بهذا الخصوص. أساسا أنتم تعلمون أيها السادة الكرام أننا نعيش حربا ثقافية ناعمة، هي الأخطر من الحرب المسلحة، هي الأخطر من الحرب المسلحة، وبالخصوص النجف الأشرف. المعلومات التي تصلني أن هناك استهداف خاص للمدن المقدسة كربلاء والنجف لإزالة قدسيتها، وهناك ما وراء الستار جهات تعمل لهذا الأمر، أموال تبذل، فضائيات تشتغل. إحنا شنو واجبنا؟ إحنا واجبنا ما يقوله القرآن الكريم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الآن تفضلوا الأستاذ يوسف السيد محافظ النجف، تفضل هنا مكاني، هنا مكان، تفضلنا يوسف. أهلا وسهلا ومرحبا. إحنا مسؤوليتنا هي هاي الآية القرآنية: الذين إن مكناهم في الأرض. الآن أنتم تمكنتم في الأرض، سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وكيانات وأحزاب ومرجعية وجامعات، تمكنتم في الأرض. إذن شو مسؤوليتنا؟ أقاموا الصلاة، آتوا الزكاة، أمروا بالمعروف نهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. إذن إحنا علينا تكليف شرعي
لا يقول قائل أن هذا فقط مسؤولية الإدارة المدنية أو هذا مسؤولية مجلس المحافظة، لا، كلنا مسؤولون. الآن أمامنا مشروع اسمه قدسية النجف، تعالوا كيف نتساعد في تمرير هذا المشروع. معلوماتي أن كربلاء سبقتنا في تمرير مشروع القدسية، قدسية كربلاء. إحنا بالنجف ما زلنا على ما أتصور ما مصوتين على هذا المشروع. الهدف من هذا اللقاء هو الاستماع إلى مداخلاتكم في تعضيد مشروع قدسية النجف الأشرف. وأنا لا أكتمكم سرا أن السادة في المجلس التشريعي مجلس المحافظة والسادة في الإدارة المدنية السلطة التنفيذية يريدون دعمكم أن تقفوا، لأنهم يتعرضون إلى حرب، حرب مضادة. إذن يحتاجون صوت العلماء، صوت العشائر، صوت الأساتذة، صوت، يحتاجون هذا. هذا اللقاء هو بهدف تعضيد مشروع قدسية النجف الأشرف. وأنا على هذا الأساس وبعد أن أنهيت ترحيبي أترك هذا الاجتماع وإدارته إلى السيدين الأستاذ حسين العيساوي رئيس مجلس المحافظة والأستاذ السيد يوسف قناوي محافظ النجف الأشرف، هم يديروا الموضوع وأتوا عليكم المداخلات ونشوف وين نوصل إن شاء الله تعالى. السادات الأفاضل، المشايخ الكرام، أعضاء مجلس النواب، أعضاء مجلس المحافظة، رؤساء الكيانات السياسية، مدراء الدوائر، السادة الحضور مع حفظ المقامات والألقاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنعقد هذه الجلسة الحوارية حول تفعيل قرار الحفاظ على النظام المجتمعي أو قانون قدسية المدينة. حقيقة هناك ضرورة ملحة لتفعيل هذه المواد، بالإضافة لأن هناك حالات استجدت في الشعائر الحسينية وفي بعض التصرفات التي تسيء إلى الموروث الحسيني وإلى سمعة النجف الأشرف. النجف الأشرف هي مثل ما تعرف مدينة العلم والعلماء، هي العاصمة الإسلامية، هي الخلافة الإسلامية، هي مدينة المراجع، هي مدينة أمير المؤمنين. فهذه الجلسة بحضوركم إن شاء الله بالتأكيد كل تشريع وكل قرار عندما تشترك به كافة فئات المجتمع بالتأكيد سوف يكون له أهمية خاصة، سواء يعني بصياغة قراراته أو تنفيذه. وبالتأكيد أعضاء مجلس المحافظة أخوانكم هم اللي يعتبرون السلطة التشريعية، أكيد يعني يحتاجون مشورتكم، يحتاجون تنبيهكم إلى بعض الحالات اللي تسيء إلى هذا الموروث، إلى تسيء إلى محافظة النجف الأشرف. محافظة النجف الأشرف يجب أن تكون قدوة للمحافظات الأخرى. هذا القرار الحفاظ على النظام المجتمعي صدر بالعام 2019، حقيقة يمكن تفعيله ما يتجاوز 10% من قبل السلطات التنفيذية، 90% غير مفعل. بهاي دورتنا احنا وبالتعاون مع اخواننا اعضاء مجلس المحافظة والسيد المحافظ والنوابة، يعني ارتئينا وخاصة بهاي الايام العظيمة انه نفعل هذا القرار، بالاضافة لنضيف له بعض المواد. يعني القرار صدر بال 2019 وانا هنا مرافق حتى قانون او امر، هو مو قانون قدسية المدينة في كربلاء، امر احنا قرار اعلى من عنده، بالاضافة الى انه قرارنا اكثر تفصيلا. ربما يعني البعض يسأل يقول مثلا اولا الفقرة الاولى عندكم يمكن القرار، الفقرات الاولى يعني ارجحها، كنت رئيس اللجنة القانونية بهذا التشريع وما صغت إلا بعد نقاشات، حتى عقدت جلسة بمجلس المحافظة حضرت اثنين قضاة من استئناف النجف، وحضرت أساتذة قانون الكوفة، وحضرت ناشطين بالإضافة إلى أصحاب المواكب وبعض الفضلاء الحوزة وبعض الفئة الإعلامية وقسم السادة النواب. صدر هذا القرار بعد مناقشات معمقة، وأول مرة بمجلس المحافظة
مجلس المحافظة يحصل شكر من طرفه من الوقف الشيعي والمواكب والناشطين. وآخر شيء يعني من قصة الجلسة بعد حوالي 4 ساعات قمنا أخذنا صورة جماعية، يعني أكو دعم مجتمعي قرارنا بسنة 2019. هسه بهالحالات اللي قاعد تجي دخيلة على المحافظة ردنا نضيف بعض الفقرات وردنا نفعل المواد الأخرى. فقرة أولا، إحنا بعض التصرفات ترجع للقانون الاتحادي، قانون عقوبات أو قانون مخدرات أو قانون مشروبات. فذني ربما يسأل سائل يقول ليش أنت ذكرتهن هنا وهن موجودات بالقوانين؟ الجواب شنو؟ الجواب أولا، أعضاء الضبط القضائي لا يمكن أن يقدرون يفتحون كل القوانين يقلبوها، كل قانون هيك زين لا عند لا هو فارغ ولا عنده إمكانية ولا يعده علم كل القوانين، ما عنده علم. إحنا جينا بسطناها له، أخذنا المواد اللي يعني يضمن هذا القرار الحفاظ على مكانة النجف. يعني أكثر المواد هسا رجعت القانون الاتحادي، القانون الاتحادي ما أقدر أتجاوز عني أي تصرف من الفرد أو من الأشخاص إذا منظم اتحادياً. المفروض الحكومة المحلية متنظمة لأنه منظم اتحادياً، لكن بعض التصرفات اللي هي من صلاحيات نحن ننظمها. من ننظمها ربما يقول ليش تنظمها؟ أقول ليش ننظمها؟ لأن أدت غطاء قانوني للسلطة القضائية والتنفيذية باتخاذ الإجراء الجزائي ضد من يتصرف هكذا تصرفات. يعني شوف أكثر الحالات اللي قلت المخالفة للنظام العام، المخالفة للأداب العامة، المخالفة للذوق العام لأبناء المدينة، يعني كل تصرف يسيء إلى الصحة العامة يعتبر مخالف، كل تصرف يسيء إلى السكينة العامة يعتبر مخالف، كل تصرف يسيء إلى الأمن العام يعتبر مخالف، يجب العقاب عليه. فهاي الفقرات قدامكم، أنا يعني مستعد أجاوب أنا السيد المحافظ النائبة على أي سؤال، وممكن تضيفون بعض الفقرات، لكن إحنا يعني لازم هم تكون قانونية. ولو تشوفون بالقرار الأخير يعني آخر فقرة قلنا هاي على كل السلطات أن تحترم الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور، يعني لا يمكن تجاوز الدستور، الدستور حفظ وحمل الحقوق والحريات. يعني ربما واحد يجي يقول لي أنت ايش دعوة هي سويت قيود على الشباب؟ لا، الشباب عن ضمانتهم بالحقوق والحريات الدستورية، وفعلا كانوا هم حاضرين بالجلسة وكلهم أيدوا هذا القرار، فأغلب قرارنا مصوت عليه لكن غير مفعل. بالإضافة إلى بعض المواد أنا ضفتها وقرأناها قراءة أولى بمجلس المحافظة البارحة أو البارحة قرأناها وقراءة أولى والنقاش لكم. طبعا أنا بس أريد أعرج على قضية ذكرها السيد رئيس مجلس المحافظة، عندما تحدث السيد رئيس المجلس وقال كان هنالك اتفاق حتى بين الناشطين والأخوة الإعلاميين والجميع ورجالات الحوزة، كون إنه الجميع هو ابن النجف والنجف هي التي ترمي بظلالها على أبنائها، لا هم من يرمون بظلالهم على النجف، فالنجف هي الأصل، قدسيتها هو الأصل. بالنتيجة النهائية يجوز هسه يعني أقرب شخص يجي يقول لك أنت ليش تتعرض للحريات وهاي موجودة بالدستور، لأن إحنا أول فقرة نصدم بها الدستور، نعم الدستور للعراق بصورة عامة، الدستور لبغداد للديالة للنينوى وللنجف وكربلاء المقدسة. بالنتيجة النهائية هنالك قدسية معينة لهذه المدينة أو هذه المدن، على الجميع العراقيين، على الحكومة العراقية أن ترعى هذا الأمر، على الصحافة، على النشطاء أن يفهم ما معنى قدسية النجف. فبالنتيجة النهائية النجف هو اسم يرمي بظلاله على العالم بصورة عامة، فكيف على أبنائه؟ فأنا أحيي مجلس المحافظة وأشد على أيديهم وسنكون معهم إن شاء الله برعاية ومساعدة وبأي قضية بالإمكان أن نكون سند لمجلس المحافظة من أجل التصويت على هذا القرار. هذا القرار هو تم التصويت عليه سابقا، ولكن إحياءه والعودة إلى تطبيقه، خاصة أنه الآن أصبحت يعني النجف أصبحت محط أنظار،
يعني أصبحت مستهدفة، النجف وكربلاء وكثير من محافظاتنا التي يشار إليها بالقدسية والتي هي محط استهداف من قوة عالمية، علينا أن نحميها، حمايتها من خلال إحياء هذه التشريعات. هذا قرار، نعم تفضل السيد رئيس مجلس المحافظة وقال إن كربلاء لها أمر، الأمر بأن يأمر السيد المحافظ وينفذ أمره وبالإمكان تنفيذ أمره، ولكن عندما يقترن الأمر بتشريع من مجلس المحافظة راح يكون إلى قوته ويكون على جميع دوائر المحافظة أن تنفذ هذه الفقرات من القرار. فإحنا هنا اليوم نتشرف بوجودنا معكم وفق هذه الندوة الحوارية النقاشية التي إن شاء الله ستكون العودة، ما نقول الآن نشرع، العودة إلى تطبيق والتأكيد على تطبيق هذا القرار الذي تم إقراره في عام 2019، وإن شاء الله سيكون تطبيقه أكثر حزماً وأكثر التزاماً وأكثر تطبيقاً في عهد هذه المحافظة. فشكراً جزيلاً وأسف على الإطالة. من يتفضل قدم داخل أخوان؟ أخوان المداخلة إذا عندكم مثلاً مقترح جديد أو ملاحظ على المقترحات الموجودة، تعديل، زيادة، نقيصة، يعني مسألة المقترحات، صار نداء من مركز أمير المؤمنين مواكب النجف واستجابت مواكب الكوفة مركز خديجة عليه السلام، وصار نداء من مجلس أعيان النجف ومجلس أعيان الكوفة وبعض الأحزاب بعض الشخصيات حول قانون القدسية. بس أنا قلت لهم كل ما أحضر اجتماع ما حد قدم لي مقترح، أريد مقترحات، أريد مثلا يقول لي هاي الفقرة مخالفة، هاي الفقرة متطبقة، هاي عندي فقرة جديدة أضيفها ونتناقش بيها، نضيف لي فقرة نتناقش فيها. فأريد مقترحات وأريد نقد القرارنا إذا عندكم ملاحظات. وتفضل أستاذ الفاضل. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. بداية عظم الله أجوركم باحتفال الإمام السجاد عليه السلام. شكر جزيل لسماحة السيد القبطي، أيضا للسيد المحافظ المحترم سيد رئيس المجلس، الأخوة في مجلس النواب، مجلس المحافظة، المشايخ، جميع ما حضر الحاضر المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور حسين، يعني أكبر موضوع مهم جدا للأخوة اللي حاضرين في ديات عنا. دائما بدينا نضيف حتى يعني نحسب حساب قبل أن نشرع أي قانون أو نتصرف أي تصرف أو حتى لو نبدأ في مواقع التواصل، فقط دائما ما أسمح لفترة كبيرة الناشطين، بس أولاً يا ريت نفسر هذه المفردة، ويعني ما أعرف شنو الحالة الإعلامية اللي كلش إحنا حاسبين حساب لهذه الشريحة اللي ما نعرف وين منو شلون يتعاملون شلون يحكمون بالرأي العام. هذا جانب. الجانب الآخر، إحنا نقول مجلس المحافظ أول نقطة توكلوا على الله، أكو جمهور وراكم، مجرد حضور شخصيات وحضور مجلس المحافظة ومجلس النواب وسيد المحافظ ونواب المحافظ وهكذا شخصيات هاي فعملها وجاية هو تأييد ودعم رسمي الآن في مواقع التواصل، مجرد راح تنقل هاي الصورة الكل راح يبين بأنه هو دعم. النقطة الأخرى أيضا دائما بعض الأحيان نذب اللوم على الجهات التنفيذية، صح الجهة التنفيذية لها تتحمل المسؤولية، لكنه بالمقابل احنا ولد هذه المدينة واحنا من عوائل اجتماعية، بيننا ما بين الله هذا المكان ابن عم فلان هو يا بعلي سيد المحافظ ولو زعم عليك هذا ما شفتوه وخرتوه ساعة بالوحدة المفترض يحزن الكوفي مالته يصير وحدة ونص وذاك يخابر علي فلان وهذا يأثر علي فلان. فاللي أتمنى نطلع أول قرار حتى ندعم مجلس المحافظ وندعم السيد المحافظ ونواب المحافظ، أول قرار اتخذه في هذا الموضوع ما هو مجاملة، يعني ما أجي أتصل آني على الأخوة في مجلس المحافظة وأضغط عليهم في مجلس في المحافظة وأضغط عليهم. خلي القانون يسري مثل ما هو نتمناه وخدمة لمدينة أمير المؤمنين عليه السلام.
من هذا الموضوع بيدخل به موضوع الضغوط على الاخوه اللي اسمها الله يساعدهم. مواقع التواصل، الشارع، ما يقدر يحرك حركه، ما يقدر يقرا صوره، ما يقدر يكتب فيسبوك، ما يقدر يزور رواح يريد يصير. فاللي اتمناه بانه هو الدعم هذا لهم. الجانب الثاني دكتور، انا اتحدث من جانب الاعلام كونه خاص في موضوع الجانب الاعلام، اللي نتمناه ايضا قبل التسويق اي فكره ان هي الوضع الاعلامي تعرفون بعض القوانين من تصدر من يصير عندنا رده فعل. احنا همات الوضع الاعلامي احنا نقصد هذا جمله ديني اخلاقي، ما عندنا رده فعل اعلاميه حقيقيه نتخوف. والدليل الان اكو قانون يريد يشرع مجلس النواب والكل يعرف اهميه هذا القانون ودور هذا القانون. نشوف البعض قنوات فضائيه معاديه لاهل البيت، معاديه لهذا التوجه، تشتغل من الصبح لليل للاساءه لهذا القانون، واحنا جمهورنا الاعلامي الوضعي المجتمعي ما لقينا ذاك التاثير في هذا الجانب. احنا نقول اليوم بهذا اللقاء هو دعم لمجلس المحافظه ولقرار مجلس المحافظه. اغلب النقاط اللي مشرحها مجلس المحافظه نداميها وبقوه، لكن اللي نتمناه عدم الضغط على الاخوه في مجلس المحافظه وعدم الضغط على سيد المحافظه ونوابه. العلاقات الشخصيه فتدخل في كل المجالات الا في هذا المجال. شكرا جزيلا. أحسنت، شكرا جزيلا. من خلال الاجتماع والتداول انا قاعد يشتيت انتم اذا اجوا الجماعه مستعدين، قالوا اذا قلبوا من عندنا احنا نرشح بعض الشخصيات محافظين سواء كانت علمائيه او اجتماعيه والاكاديميه والحكوميه عليكم. فهذه النقطه لو يؤخذ بها كلها. النقطه الاخرى يعني من خلال زيارتي من وانا عايش بالخارج من بعض الاخوان يستغربون يقول يعني هذا هؤلاء المراجع القاده وقناتهم يعني بشكل غير لطيف غير لائق، شوارعهم مكسره، لو يحكمون بها الدوله يكون شيء لطيف، وهذه دلاله على الاهتمام بهؤلاء القياده. بالاضافه الى الشوارع المحيطه بقبر الامام امير المؤمنين، يعني شوارع كلها مكسره وسخه قذره، يعني انا ما اعرف هذه المدينه ذات القدسيه الكبيره والاهميه العالميه وياتيها زوار من كل العالم، يعني ناقصه الكره الارضيه لا. فانت تدخل مثلا هذا شارع الرسول، يعني احيانا تمشي تخاف تلبس في الشارع توقع في شباك. فلو يعني يصير اعتناء وتوجه بهذه القضيه، هذه قضيه مهمه. النقطه الثالثه اطرحت على مكتب رئيس الوزراء بادخال ماده مكافحه الارهاب والتطرف والمخدرات كماده في ضمن المنهج التربوي ولو في الاسبوع مره واحده. وهم استحسنوا هذه الفكره وخاطبوا وزارة التربية وطلبوا منهم أن تكون هذا ضمن مادة التربية، وهي قضية مهمة أيضا جدا. والنقطة الأخرى يعني أنا أتصور أنه حسيت أنه التواصل بين العلماء خصوصا المرجعيات والأخوة المسؤولين مو بذاك الشكل، فأنا أقترح إذا ممكن يصير عملية التواصل معهم والاستفادة من أفكارهم ومن آرائهم، هذا أتصور ينفع النجف الأشرف وقدسية النجف وعملية الترابط الأكثر بين المسؤولين وبين الحوزة، وخصوصا أن النجف تعتبر هي القيادة العامة للشيعة في الحال. وشكرا لك. أحسنت، أحسنت شيخ، أحسنت. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أنا أحيي صدر الدين الكويتي على هذه المبادرة الطيبة. كذلك وحي الدكتور حسين العيساوي رئيس المحافظة المحترم والسادة النواب المحترمين. كما تفضل الدكتور حسين جزاه الله خير، لابد من يعني الملاحظات والاقتراحات من افضل من الكلام السر. فانا اقترح في بداية الامر انه المقترح مغير من مقترح اصدار قرار الحفاظ على النقاط المجتمعية الى قرار او قانون قدسية. لماذا نخشى من هذه الكلمة؟ حتى يكون للقرار قوة ويكون له أثر، يكون قرار أو قانون قدسية. لماذا يعني نخجل منها؟ نحن الآن في ليس في صراع كما في الآن في القانون فعل تعديل الأحوال الشخصية، هناك سنة وشيعة وكرد ومدنيين يعارضون، أما نحن الآن في مدينة أمير المؤمنين، كلنا أبناء هذه. فاقترح ان يكون قانون قدسي في النجف حتى يكون له قوه في النجف.
في التطبيق والقرار ان شاء الله والتأييد. جزاكم الله خير. جزاكم الدكتور عبد الزهيري مدير مكتب النادي الوطني في النجف 11. اشكرك استاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. سماحة السيد شكر الله سعيكم وجزاكم الله خير الجزاء. أعطى مجلس المحافظة السلطة التشريعية والسابق السلطة التنفيذية مرحبا بكم وجزاكم الله خير الجزاء. السادة المشايخ مع حفظ المقامات تحيتي لكم الخالصة. بالنسبة إلى قضية الكرسية اختصار لدي محاور أحفظها الحكمة على الموضوع ليس وليد اليوم كما تحدثنا. الموضوع وليد زمن بعد غياب سفر طافي عليه معنا. وحسب ما جمعناه من قرارات وأوراق ظاهر من 2010 الاتحاد من أيام الشيخ سعيد ممنون أكو بنوبة معناها وعلى إن شاء الله عرض خدمتكم. من بعد ذلك صارت القضية في 2019 من بعد أن تطاول هذا الشاب في مقهى من مقاهي النبي تطاول على مقام الإمام الكاظم سلام الله عليه. انبرى له ابناء النجف من المجتمع ومن السلطه من دون انتظار قرار او قانون، لان القرارات موجوده. قرارات موجوده لكن تحتاج الى تنفيذ. في قانون الوقف الشيعي موجوده القرارات، وفي الجذور موجوده البنود، وفي الاتحاديه موجوده البنود، لكن كما تفضل الاستاذ عيسى تحتاج من يوقظها ويوقظها. فليس الكل مطلع عليها، وليس الكل على درايه بها، وليس الكل كان مترفعا للتصدي وتنفيذها. قرارات موجوده وليست وليده اليوم. في 2019 الاستاذ الشناوي اتصل مشكورا مع مجلس المحافظه للقانونيين من جامعه الكوفه، وهيئوا له بنودا وعرضوها في تلك الفتره. انا اتصلت بذات الجهات. وطورنا الفقرات واعرضها لخدمتكم ان شاء الله بعد تمام الجلسه. دعم ثاني اقبله تشكيل لجان. تشكيل لجان متابعه لكل ما جاء هذا القرار. لجان متابعه كل فقراته، اما لجان واحده كل فقراته او لجان منفرده كل فقراته لجنه خاصه تابعهم في الموضوع. أدي حقيقة أريد تحديد الهجرة المدينة. تحديد الهجرة نتيجة النجف. النجف الآن تعتبر يعني باب كسب وباب معيشة بعض المحافظات. بعد يوصلونها من كل المحافظات. أريد تحديد الهجرة، تحديد هذا رجال النجف. وهو التعليمات وهو الشروط على كل تحديد الهجرة كمحافظة النجف. المدينة احنا بنطلب المدينة تكون مدينة نظيفة. أمام عيوننا بنطلب مدينة نظيفة، لكن نروح للخارج شوية داخل الأحياء الخط تلقي الأوساخ والزبالة والكراميل والأمور اللي ماتت بالنجف، يعني تبدي الشوارع. طبعا حياتنا عشوائية من أوساخ ومن أقداس من الأوساط الموجودة الحي الزراعي أطراف المدينة داخل المدينة. حقيقة أن هاي ما نشوف الاهتمام، الاهتمام قايم بس اللي أمام العين من طرف المدينة نشوف نظيفة نشوف كذا صحيح، لكنه أريد أما نجف نكتب وصلت النجف وأما نقول إحنا بس أمام عيننا نخليه يكون بالمستوى الغائب والبقية مهمة. حقيقة أكو لها مهمة جدا وهي تعدد مكانات بيع الأغنام والمواشي. يعني النجف كانت
في اعتبار المواشي الارتدينيه تتبع في اعمارها وحدائق مقاومه. الان لو كنت نجحت اكثر من 20 مكان يعني كل واحد كذا سواء لو فرق او 22 لو تيجي عندك اكثر من 20 مكان بنجحت في المواشي للنار. وهي الحاله احسبها لانها هي طوبه وهي عدد المدينه. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بعد أن أقدم لكم العزاء والمواساة بذكرى شهادة الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، أتقدم بالشكر الجزيل لسماحة آية الله السيد صدر الدين قبرتشي إمام جماعة النجف الأشرف لإقامة هذه الندوة وهذا المؤتمر الذي يتناول فيه قدسية النجف الأشرف. أنا أؤكد على أنه مقترح الشيخ الطريقي الله يفضل انه التشكيل لجنه متابعه، هذه اللجنه تتكون من القوات الامنيه وايضا مقاتل العلماء والامن الوطني حتى تتابع انه فقرات هذا المقترح، وايضا انه تكون انه لجنه متابعه ميدانيه. يعني اكو هناك الكثير من الظواهر اللي تسيء الى مدينه امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. المقترح الثاني نتمنى من انه السيد المحافظ والساده اعضاء مجلس المحافظه والسيد رئيس المجلس ان تقوم هنالك تقام مؤتمرات وندوات عامه لشيوخ العشائر للاكاديميين كذا، تناول قضايا اخرى غير هذا القانون، قضايا الخدمات، قضايا اخرى، حتى تكون هنالك تواصل بين السلطه التنفيذيه والتشريعيه وابناء المجتمع. شكرا جزيلا. اخوكم السيد علي الغلواني مع مجموعه الرضاوي. اشكرك اشكرك. لفت نظرنا في بعض المجتمعات العامة جي امرأة أو رجل يقول أنا ممثل منظمة إنسانية أو منظمة خيرية يبدي يجمع كبرات. سؤال للسادة المسؤولين، هل هذا جائز قانونيا أو مسموح به؟ شكرا جزيلا. المكتوب في هذه الورقة هذا السيد محافظ. إذا نحصل أهل النجف نحصل على موقف في هذه الورقة من قرارات أعتبر حصلنا على لا معمان أو لا الحمد، لأن قرارات كثيرة والمقترحات كثيرة أيضا ما ممكن أن نستوعب كل المقترحات وكل القرارات. أنا قرأت هذا بعجالة ولكن هذا ما مضمون موجود في هذا الكتاب، موجود الأشياء التي هي تنفع النجف فعلا وكلها قرارات كثيرة إن شاء الله. نسأل الله تكون في الجنة وشكرا. أشكرك. أخيرا أمور كثيرة هي بطل النجف، نشكركم على يعني هاي اول مبادره للتسير. يعني انا لاحظت انه اذا فيني اشوف السيد المحافظ فكل سهوله اشوف السيد المحافظ، كل سهوله اشوف رئيس مجلس محافظه، كل سهوله اشوف نوابه او نوابه محافظه، يعني بس هنا المشكله مفتوحه. هذا دلاله على انه استجابه للمواطنين، وهذا يعني مبادره جزيل الشكر يشكرون عليها. الله يبارك فيك. فاتحين ابوابهم للجميع. ويستقبلون جميع الشكاوي وجميع، فهذا يعني مبادره طيبه. قضيه مهمه. احنا بالجوامع سالت جهه جاي بالمدرسه، قالت لي تقدم محاضره بالمدرسه. يعني ما عندك اعتبار. قال انا اخذت موافقه السيد المحافظ ومدير التربيه لانه رجعوني اطفال قال عندنا اتحاد في المدارس مو قديم. قلت يعني قلت 10% قال 90%. انا اقول هاي مبادره يعني المفروض انها كل شيء تربيه. انا فاجئت يعني ولاد الكون كيفها في الكميات فيعطي يعني كون هناك قضية مو بس الشباب. حتى بعض الشباب في المدارس صاروا ضد يعني واحد يقابل الثاني ومقاشات هذا الموضوع. في بعض الجامعات وبالمدارس. أحسنت، شكرا جزيلا. سيد حيدر. السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتنا وعلى موجودة دقيقة واحدة ما أقول نهائيا.
ان شاء الله كل متحدد دقيقة. لا شيخ السيد المحافظ اي كل متحدد دقيقة. السيد رئيس مجلس المحافظة بس الدية بالمحافظة اولا السيارات اللي تكون ارقام تذكر السيارات اللي بدون ارقام مبللة وبدون ارقام تذكر هاي النقطة الثانية الظاهرة ناس تور ونساء ورجال تور بالشوارع مقصور هذا معوق هذا ما ادري شنو هاي الظاهرة والظاهرة يعني السيد المحافظ والسيد النائب ورئيس مجلس المحافظة تكثيف الدوريات من الساعة 12 بالليل فقط وفي كل المناطق مو منطقة واحدة والدورية أنا أتأكد عليها أنه تحاسب مو يجي السيارة مبللة ما يحاسبونه يجي لابس عقال وما يحاسبونه يجي الأفندي وما يحاسبونه لا لازم يحاسبون كله مو يقبل نظرك الرسالة يحاسبونه وبال شكرا جزيلا سيد أنا سأقاسم على طار السيد شكرا جزيلا أحد منكم عندي مداخلة الشيخ السعودي مداخلة السيد بس من راسك سيدنا السيرة مو له تفضل لا سمعتك تفضل لا اتلاطف أنا أحكي لك تقول سريع واحد من السفور قيل أنه في شارع عروان السفور تستخدم بنات سافرة وراء سيارة اثنين يعني أنا اثنين محدثيني بها أكو عمل ممنهج تنزل سافرة وراء سيارة اثنين إذا صار عندي مشكلة راح يصعدوه هذه تتكرر في النجف في شارع عروان سبور سبور يعني 100% وممنهج عمل ممنهج صار هذا يدخل في الورقة من هذا التجاوز للعين الشرعية وإحنا ما نسمع فيه الرحيم كنت خير أمة أخرجة الناس أمرونا بالمعروف وتنهون عن المنكر نشكر نشكر السادة نشكر المسؤولين ونشكر كل الإجابة القاعدة وكل الأساتذة هذا المحفل الكريم وعلى هاي القضية اللي هي حقيقة قصة كلها وكلكم راعٍ وكلكم مسؤولٍ عن راعٍ سادة مشايخنا أساتذتنا كل اللي نوّت عليه كله صحيح ومقرور إن شاء الله الحكومة هي مفاجئة بعمل هذا الشيء وقبل الحكومات منتجت هم تحدثنا بهذا الموضوع بس أكو فد نقطة قد نوّح عليها هي نقطة الأمن والأمان شوف الساعة احنا قضية النجف فالنجف اللي تخصنا احنا هاي النجف بعد التوجهات على الفيسبوك اللي اجتنا اللي بحيث هذا شاركني في ابني تربية ابني بحيث ينام وياه بالمخدة وانا ما اقدر اوصل انام وياه بالمخدة اللي حيث اتعبني هاي قضية الفيسبوك وهاي القضية الحسينية هاي الرحمة الإلهية هاي الرحمة الحسينية لقيت شباب كلهم توجهوا وزن الشهرة من هاي القضية الحسينية اللي أضرب من الله من عزمه ما أريد أزيد عليكم وأنتم وقتكم ما أدري مين خلاص وقتكم من ذهب قضية الفيسبوك لازم تدخلوها بس أهمية تحافظون على الأستاذ حسين من بعد استنباط سيد المحافظ قضية الفيسبوك هي اللي جاي تعبنا قضية تربية أبناء شكرا في التقدير إلى سماحة السيد قبنشي على إتاحة هذه الفرصة الكريمة أتصور الموضوع يحتاج أنه ننظر له بجانبتين الجنب الإيجابية والجنب السلبية نجف هو كل احنا عايشين بيها وعايشين بتفاصيلها واليوم سيد رئيس المجلس الأخوة في مجلس المحافظة الأخوة النواب الأخوة أعضاء مجلس المحافظة الحضور كلكم هو أبناء هذا المجتمع سأل سؤال هاي العشرة الأولى من محرم هاي الشباب اللي نزلت ووقفت وتطورت ومشت ولطمت ولحد ساعة بالأربعة الصبح هذا مو جنبه إيجابية هم يكون مبرزة احنا إذا يعني هو فالشغلة فكرية تحاربها فقط بالقوانين وبالشغلة الفكرية من وجود المحافظ ابتداء والنواب والسادة أعضاء مجلس المحافظة وموكب موكب وتعزية تعزية ومكان مكان ونقف من المغرب للخمسة الصبح ومن الخمسة الصبح للثنى عشر الظهر ومن الثنى عشر الظهر هاي كلها احنا واقفين ونرعاها وندعمها ونقويها بحضورنا بشخصياتنا وبالتزاماتنا والحكي علينا صار انه والله بس الدور انتعازي حكي علينا صار انه بس واحنا واجبنا هذا لانه هاي مدينة أمير المؤمنين ومدينة الشعائر الحسينية والآن إن شاء الله راح يشوفون
ماذا نعمل في قضية الأربعينية؟ يعني كل المكانات واحدة والدين واحد، وهذا إحنا الآن كمحافظة ومجلس محافظة. أنا شاعر، أنا أشوف السيد رئيس المجلس والأخوة أعضاء المجلس والنواب وكل الأخوة الموجودين موجودين في كل الفعاليات الدينية اللي تقام في محافظة النجف الأشرف. العتبة العلوية سووا فعالية، المجلس كله حاضر. العتبة الحسينية سووا فعالية، أنا وأبو علي رحنا للعتبة العباسية بدعوة، وكل هذا كله جاي مؤسساتنا غيرنا. الدور يبقى هم على الكيانات السياسية، الدور يبقى على الفعاليات المجتمعية، الدور يبقى على الشيوخ العشائر، والله يعلم، الله يعلم. وإحنا باكر وفاة زين العابدين، والأجهزة الأمنية تعلم زين، يدرون هم مهم عندهم هاي الأسرار، وبعض الأخوة المتصدين يعلمون. إحنا سوينا بالنجف خلال هذه الفترة من قضايا كانت تهدد أخلاق النجف ومدينة النجف، ووصلنا بعض يعني القضايا إلى بعض الشخصيات المتصدية وشون نعمل على يعني مكافحة هذه القضية. هي الموضوع الخدمات اللي انطرح. أولا موضوع التنظيفات، أضرب لكم مثال. إحنا سنة 2009 كان عدد عمال النظافة في مدينة النجف الأشرف 1000 عامل، الآن عدد عمال النظافة في مدينة النجف الأشرف 650 عامل مع هذا الزيادة السكانية. بلدية المركز، بلدية المدينة القديمة، ابتداء من ثورة 20 إلى الحولي، عدد عمال النظافة مع السواق 100 عامل. 100 عامل، صوروا يعملون 4 شفتات، يعني كل شفت 25 عامل. 25 عامل شي يريد يسوي بهاي المدينة اللي بيها عدد زوار كبير جدا. أنا سافرت إلى طهران وخذنا وفد من مجلس المحافظة ومدراء الدوائر وشفنا حجم الأعداد اللي موجودة هناك. يا بس أي واحد يسألني ليش متعين؟ قانون الموازنة ما يسمح أعين لي، مو أعين، ما يسمح أخلي واحد متطوع. قانون الموازنة بالدولة العراقية زين، ايش راح أسوي؟ راح نعلنها إلى شركات قطاع خاصة، لأن القسم البلدي الثالث والرابع 3 مرات إحنا عاني إلى شركات قطاع خاص ما أجوا يقدموا. اجى دولة رئيس الوزراء سولفت وياه، قلت له عمي دولة الرئيس، هاي النجف، هاي المدينة القديمة، الناس ما تروح للمنصور، ترى تجي لهنا، الزوار يجون لهنا. فقال هاي 7 مليار تخصصت لتنظيفات المدينة القديمة، والآن إن شاء الله في طور رصدها من المالية إلى مركز المدينة من أجل التنظيف، إضافة إلى الشغل اللي جاي نشتغله الاستراتيجي. تحدث سماحة الشيخ الطراحي، قال يابا وضع المدينة القديمة، شارع الصادق مكسر، شارع الرسول مدري ايش بيه، ذنك واحنا شايفين يعني، احنا اصلا هاي المناطق نعرفها. جبنا التخطيط الحضري، البارحة كان في محافظة النجف الاشرف، ودكتور كرار كان موجود، وخصصونا 20 مليار فقط للتصميم. راح نجي بيت بيت، بيت السيد الخوي هذا شو نسوي؟ بيت عبد الواحد آل سكر الله يرحمه باعتبار الشيخ موجود زين، بيت سيد نور الياسري، مكتبة بيت حنوش، مكتبة الإمام علي، يصير تصميم حضري للمدينة القديمة بحيث تصير متحف. هذا صار الاتفاق مع دولة رئيس الوزراء. دولة رئيس الوزراء بهذه الحكومة إجا مرتين للنجف خلال شهرين، خلال شهرين إجا مرتين للنجف. المرة الأولى 512 مليار ضافن للبنى التحتية، والآن في وزارة التخطيط. تعرفون أنت كل معاملة تحتاج تتحول من وزارة التخطيط إلى وزارة المالية، يا الله تمشي. 512 مليار تنضاف مجاري، لأني ما ضفناهن على حصة المدينة. حي النداء من 1990 ما بي مجاري، إحنا استلمنا تركات ثقيلة. إحنا جايين نسولف أنت وإخواننا، يعني إحنا أهل بيت واحد، يعني أنتم تطلعون. حي النداء ما بي مجاري من 1990، ناحية القادسية ما بيها مجاري، ناحية العباسية ما بيها مجاري، بس المشخاب ترى عندنا بي مجاري زين. هاي الطرق اللي الآن تشوفوها 3/4 دول الطرق اللي الآن اللي يشتغلون جزء من عندهم بالدين. يعني أكو عندنا مشكلة، يمكن سيادة النائبة تعرف، الأخ الدكتور الأخوة المتصدين يعرفون. فإحنا نكافح الليل في النهار من أجل أنه نخدم هذه المدينة اللي نحتاجه، واللي نقوله أنه يصير عندنا مو ننظر إلى الحالات السلبية فقط، ننظر إلى الحالات الإيجابية، وأتصور كثيرة من الحالات الإيجابية موجودة في محافظة النجف.
والله يعلم احنا شنو اللي جاي نشتغله من اجل قدسيه هذه المدينه. القانون اذا اقر ان شاء الله احنا حاضرين للتطبيق، احنا ملزمين بعد ما بي مجال، هذا ملزمين به وان شاء الله لدينا يعني القدره على تطبيقه. واختم بالصلاه على محمد وعلى محمد، شكرا جزيلا.